السلام عليكم، معكم محمود. داخلين بيت الناس وبنحاول نصور البقر اللي قدامنا ده. مش عارف بقى، يعني ما بيحبوش على فكرة تصور الحيوانات بتاعتهم. ادي هي البقرة عن قرب. انا طبعا بحاول اكبر الصورة، معلش سامحوني. وفي بقرة تانية اهي، الصورة كده باينة. حلو قوي الكلام ده، تمام، حلو جدا. طيب انا بوريكم البقر ده ليه، علشان الناس اللي هي غاوية بيوت ريفية، عايز يشتري بيت، عايز يعمل مزرعة، الحاجات دي مثلا اسعارها كام. هنا انت بتتكلم من، يعني في روسيا، من 35-40 ألف روبل. 35 ده حاجة صغيرة تعبانة، يعني لحد ايه، عندك لحد 100 ألف روبل البقر اللي بالمنظر ده مع القط ده. قط عجوز مسكين بس شرير بعض الأحيان. شوفوا، عامل أليف ومسكين ومش لاقي ياكل وشحات، لكن ده ابن لذينة، ده بيضرب القطط الصغيرة وبياكل أكلهم وحاجة لطيفة. قلت أكمل الصورة أوريكم كمان الدجاج او الفراخ. دي الفراخ في الريف الروسي، صحتهم ما شاء الله حلوة، حجمهم غير الفراخ البلدي مثلا عندنا في مصر. بيعيشوا صيف شتاء عادي، ما بيعانوش في الشتاء الحمد لله. انا بس ملاحظتي ان هو، بس عشان هنا اديك اهو، ملاحظتي ان هنا التصوير محدش يحب يصور حيوانات. انا يعني مختلس التصوير. اديك البرابر، اديك بقى بيشاور للفراخ، خش جوه كلهم هيسمعوا الكلام في تناغم رائع. ما عدا بس الفرختين دول ما سمعوش الكلام، انده عليهم تاني عشان يخشوا. يلا، واحدة بدأت تتحرك اهي، ما شاء الله. ديك يعني حمش ظابط بيته، ماسك البيت. واحدة هربت اهي طالعة. لا يا عم، ده ديك خرنج. اهو الديك اهو يا جماعة، الديوك بتاعتهم ظريفة حلوة. ربك والحق، انتوا صعبتوا عليا بصراحة. انا قلت ايه، اشوف لكم بيت كويس نعينه مع بعض ويكون نظيف حديث معبد وفيه كل الخدمات. امامكم بيت اهو على احدث طراز، وداخل له الغاز، كل حاجة باينة اهي قدامكم. الله يعزكم. وادي بيت جنبه اهو، نفس الكفاءة بالظبط. نتفرج ونمل عينينا بالمنظر الجميل، مش ناقصه حاجة. وبرضو مش فايتني اوريهولكم من جوه عشان بس ايه، تبقى الرؤية واضحة جدا شديدة الوضوح. وادي الحمام هناك اهو، يعني ملكش حاجة، في حتة جراج ورا. وادي دور تاني اهو، لا لا لا، شغل عالي جدا، ما يعني منقطع النظير. وجانكو ناس هاديين تقريبا، البيت ده برضو ايه تبعه، او الاتنين مع بعض، فانت ممكن تاخدهم لوكشة واحدة مثلا ب$500 مثلا ولا حاجة. طبعا سعر منافس لبيت منافس، يعني انا خايف اخش جوه يدبسوني يقولوا لي لا ما دام دخلت يبقى اشتري، فطبعا مش هخش جوه، لا عيب. حتى مش وشكله، بص بص، محروق، يعني تعرض للحرق من فوق كده، حد انتقم منهم ولع فيه. اهو البيت اهو يا جماعه، متقسم غرف وكباين، والخشب بتاعه عايش حتى بعد ما ولعوا فيه. شوفوا الباب، ما شاء الله ما شاء الله، كل حاجة عايشة، كل حاجة كويسة بس لوحدها. طيب، وأمان برضه متقفل أهو كويس، والشبابيك موجود. طبعا الناس مش فاهمة أو مش عارفة إيه ده، دي طبقة زجاجية على الأرض، بعد الجليد ما بيبدأ يسيح بتبقى في الطبقة دي، وتحتها طين طبعا، وأحيانا فوقيها طين، في حتت ممكن تتكسر.
اهو بدا يشقق اهو واتكسر. بس دي الطبقه الزجاجيه زي الزجاج بالظبط، وده نوع مختلف من التجمد او من الجليد. زي ما قلت لكم في انواع كتيره للجليد. اهو هناخد شريحه كده نحللها اهي زي اللي بتلاقيها عندك في الفريزر، طبقه زجاجيه بلوريه زي دي بس.